أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر للمكفوفين رجال صعد امبارح لنهائي بطولة أفريقيا لكرة الهدف الرياضية للمكفوفين والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد تحقيق العلامة الكاملة في مباريات الدور الأول. منتخب مصر للمكفوفين تفوق على غانا وكوت ديفوار والجزائر في مباريات الدور الأول واحتل صدارة البطولة. خالد أوراني مدرب منتخب رفع الأثقال السابق كشف امبارح إن المحكمة الرياضية الدولية الكاس أيدت قرار منح محمد إيهاب لاعب منتخب الأثقال المعتزل الميدالية الفضية بدلاً من البرونزية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية اللي أقيمت في ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل. والمنتخب الوطني الأول لرجال السكواش فاز على المنتخب الأيرلندي بنتيجة 3-0 في تاني مباريات دور المجموعات ببطولة العالم لمنتخبات الرجال واللي بتستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة من 11 ل17 ديسمبر الجاري. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن امبارح عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب للسيدات في العالم لعام 2023 واللي هيتم تقديمها خلال حفل جوائز The Best والمقرر له يوم 15 يناير المقبل في لندن. والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن كمان القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم ضمن جوائز الأفضل أو The Best في العالم، ووضعت القائمة المدرب الأسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والإيطاليين سيمون إنزاجي ومدرب إنتر ميلان وليتشيانو سيلاتي مدرب نابولي السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا. فريق بوروسيا دورتموند الألماني اتعادل مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب سيجنال دونا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وبالنتيجة دي اتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. نادي اي سي ميلان الايطالي فاز على نيوكاسل يونايتد الانجليزي بنتيجه 2-1 خلال فعاليات المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب سان جيمس بارك ضمن منافسات الجوله السادسه للمجموعه السادسه من دور المجموعات ببطوله دوري ابطال اوروبا، وبالنتيجه دي ودع نيوكاسل يونايتد منافسات البطوله القاريه للموسم، بينما يتجه نادي ميلان الى بطوله الدوري الاوروبي للعب بعد احتلال المركز الثالث. كمان فريق برشلونة خسر من مضيفه فريق أنتويرب البلجيكي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. بيتصدر برشلونة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما أنتويرب في المركز الرابع برصيد 3 نقاط. وفريق أتلتيكو مدريد الأسباني فاز على فريق لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. بكده بيتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال برصيد 14 نقطة، ثم لاتسيو الإيطالي برصيد 10 نقاط، وتأهل الفريقين لدور 16 من البطولة. حقق فريق مانشستر سيتي فوز صعب على فريق النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. حقق مانشستر سيتي حامل اللقب للعلامة الكاملة بالمجموعات وبطل الصدارة برصيد 18 نقطة، وجه النجم الأحمر في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.